السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غابيدمون على ماروك تيليكوم بعد الصفقة الأولى اللي خدات ديال لاينير في المغرب، واحد 2 مليار ديال الدرهم مشات لهم بحال الضحك. زادت معاهم تاني واحد الصفقة جديدة في مالي، دونك تاني شي هيئة في مالي تكات عليهم شي ضريبة جديدة، ماشي ضريبة اون فيت، عقوبة لا هي لا اورانج تما، ولا فيديال افريكان ديال ماروك تيليكوم اللي هي جوبونس موف، فوالا سميتها موف. هذا بيان سور زاد الجراح ديال ماروك تيليكوم، والاكسيون طاحت والقضية زادت تحمالت، دونك سي كلير انه صعيب عليهم يخرجوها دابا. كور تيرم سي ان كور تري بيسي، مازال ما هبطاتش الماكس لابطا ديالها، حتى كنقولوا راه دارتها مازال ما دارتهاش توتالمون، دونك يفو ساتوندر انه مازال تابعين لو 21 ان شاء الله. نانونس ديال ماروك ديال البنك المغرب على الطو ديريكتور، دوكو يقدر يكون اون بيس خلج على غير بيس دو بانيك ولا شي حاجة تقدر تضرب هاد لا بيس هادي، سيرتو الا كانت شي بيس دو دو جوغ شي بانيك بونكتويال دو دو يعني. الا دونك الناس يساتوند 0.5، الا مثلا خرجنا ب 0.75 دقة واحدة غادي يقصح المارشي بورسي، و كالكا ماروك تيليكوم تزيد تهبط تاني شي شويش. او سي با اون اكسيون اللي زمان شحال هادي ما دخلت لها شي دخله الصراحه، من وقيله من 2020 ما دخلتش فيها، دونك ما عمرني فكرت فيها بو دي كورت، ما كنفكرش فيها بزاف في كورت صراحه. سي اون اكسيون اللي ما نساوش فيها حاجه واحده عاوتاني، سي كو ديك الهبطه داك البانيك الكبيره ملي تحطوا بزاف لي اكسيون البيع، راه كاين اللي خدات 80 مليون ديال الدرهم ديال ماروك تيليكوم في دقه واحده، ابسورباها وتابسوربات حتى واحد 40 مليون ديال الدرهم بقيت ابسوربات تقريبا بليزيو اشتر، ولكن ابسوربات كامله. دونك نيفو دي زانفيستيسور الكبار مازال كاينه الثقه في ماروك تيليكوم، وغادي نفرغ منها، وحتى انا مازال تايق في لونتربريز، وحتى لان ما الماتيريال كاين توتي ديجا انستالي، ما عندهم هي يخدموها شويه ويحسنوا الظروف مع الناس، راه غادي يقضيو غراض شويه. Je pense que mazal ترجع ان شاء الله دون لو فيتور. شنو هو لو فيتور؟ غالبا ماشي 2023 كون كتشوفوا الحاله ديال 2023 حتى هي غادا مقصحه، مي جو بونس ان دير شي حاجه ديسي 2024 2025 ماكسيموم، هذا هو الراي الشخصي ديالي. دونك الا كان شي حد واحد اللي في يدو مزيان ما لاقيش المني بها دابا، سي طومبي عطاتك شويه الوقت باش تخرج، عطاتك جوج المرات باش تخرج وما خرجتيش، دونك اذا كنتي فوت فيها الخسارة بشي 40% ولا شي حاجة، وقالك ما تخرج 40% راه مشات، إلا بغيتي تأونغوجيستي 40% ديال لا بيغت ديريكت مرحبا بك، دونك هي با دو سوسي خود راحتك، ولكن زعما راه فات الحال خليها عندك تيدوز الوقت وصافي، الدور ليا مول جيبك ليا. هو واش نانتيغريها في اللون تيرم؟ يجبلي الله مازال نقدر نستافد من شي أقل، نقدر مازال تزيد تهبط، دونك إلا زادت هبطات من واحد السبعينات كدا 70 71 72 ولا شي حاجه نقدر اونفيزاجيوها، لان ديك الساعه تكون عندنا بوتونسييل دوس الا جات الامور اللي ما جاريها، بوتونسييل ديال واحد 50 60 درهم مثلا حتى 70 ماكسيموم، دونك اونتر 80 100% دوس تقدر تاخذ انت موين تيرم، ولا تاخذها كاع لون تيرم وتخليها بو لي ديفيدوند، ان حتى 2 دراهم فاصله شي حاجه بارابول لهذاك، راه حنا بدينا كنقربوا 3% با مال، الى عاود تقلب المارشي من بعد وتقدر تزيد ديك الديفيدون، تقدر تزيد مع الارباح، دونك هذا ما سي فري سي لا سيتوياسيون اي ني با تاخد كور تيرم راك كتقلب على خلا دار عشك هذا ما كان، وهادشي اللي نقدر نقول لكم على اتصالات المغرب. سي فري سي بيان دوماج، سي بيان دوماج كتاكل العصا بحال هكا، كاين كوند اونتربريز اللي مخدمش الا بشار، مي بون سي سكي سباس كونت اون هذا سي ان ريسك، لان غير ما تنساوش انه سي دي زيفينمون نون ريكورون، سي با ماشي لو بيزنس موديل ديالها اللي طاح، مي تا كتاكل في العصا دابا من اترافيغ دي زاموند كوم سا، واش هادشي غيستمر جو سي با او فوار، هي بغات تبان لينا فين غيكون. يلاه ميرسي بوكو، تهلاوني في راسكم.